تظهر عليهم علامات السعادة، فقد كانوا قبل هذا الوقت أسرى في سجون حرب امتدت رقعتها على مختلف مناطق تعز، حرب تمكنت من تدمير كل شيء وخلقت واقعها الأسود على الأرض. وكانت السجون وما يحدث فيها من انتهاكات إحدى تلك الوقائع المرعبة. وإن كان لهذه الحرب ضحايا كثر، إلا أن الأسير يظل أبرز المتضررين. نظرة عاطفية للمعتقلين والمحتجزين والأسرى، ونحن من هنا ندعو جميع الأطراف أن تنظر إليهم بعين الإشفاق والرحمة، يتم الإطلاق والتبادل، وخاصة وبعض المغرر بهم يعني ليس له ذنب، فنرجو أن يتعاونوا بذلك. هذه الصفقة تعتبر الخامسة من نوعها لتبادل الأسرى بين الجيش ومسلحي الحوثي، تمكنت من إتمام عملية تبادل 4 لكل من الطرفين. العملية التبادلية التي شملت الإفراج عن 2 من أفراد المقاومة في تعز ومثلهما من الحوثيين نجحت من حيث البروتوكول، ولكن الأسرى الذين كانوا لدى الحوثيين اشتكوا من تعذيب ومعاملة سيئة تعرضوا لها في سجون الميليشيا. شاتب وضرب وكلبش على أيدينا وتغطي على عيوننا واستخدام الكهرباء، ويقولون بنجي لهم الأمن القومي، الأمن القومي يقولون 2 لابسين جنابي ومن أصحابهم يضربون ضرب. هذه الصفقة سبقت بعملية تبادل أسرى بين الجانبين على فترات مختلفة، كان آخرها الخميس الماضي حيث أفرج عن 4 حوثيين و3 من أفراد المقاومة. تتعدد إذن صفقات تبادل الأسرى، وإن كانت قد نجحت في بعض عملياتها إلا أن الواقع يقول أن هناك الكثير لا يزالون يتجرعون القهر خلف أسوار السجون المظلمة.